كانت إليزابيث تيودور ثمرة الزواج الثاني للملك هنري الثامن، ولهذا السبب لم يكن مكانها في خط خلافة العرش واضحاً، ولكن الوفاة المبكرة لأخيها غير الشقيق الملك إدوارد السادس وأختها الأكبر غير الشقيقة الملكة ماري جعل منها الوريثة الشرعية الوحيدة للعرش. حكمت الملكة إليزابيث الأولى لمدة 45 عاماً، واكتسبت موقعاً مهماً في التاريخ الإنجليزي لكونها الملكة التي بدأ في عهدها صعود إنجلترا لتصبح إمبراطورية. لم تتزوج إليزابيث أبداً وأصبحت تعرف باسم الملكة العذراء، ولذلك دأبت على محاولة الاحتفاظ بمظهرها مع تقدمها في السن، الأمر الذي دفعها لاستخدام كميات كبيرة من مستحضرات التجميل. كانت مواد التجميل التي تم تطويرها إبان عصر النهضة في إيطاليا تحتوي على الكثير من المواد الضارة والخطيرة، فعلى سبيل المثال كانت مساحيق تبييض البشرة تحتوي على كميات كبيرة من الرصاص الذي يؤدي التعرض له بمرور الوقت إلى عواقب صحية وخيمة. وكان أحمر الشفاه يحتوي على فلز الزنجفر القرمزي الذي يحتوي على كبريتيد الزئبق السام، كما احتوت العديد من المستحضرات الأخرى على مادة الزرنيخ السامة أيضاً. لا يوجد دليل قاطع على أن وفاة الملكة كانت بسبب التسمم من الرصاص أو الزئبق، ولكن حالتها النفسية لم تكن مستقرة، وكانت الملكة تعاني من أعراض محتملة للسرطان والمكورات العقدية والالتهاب الرئوي، وهذا ما يجعل الجزم بأن مستحضرات التجميل قد قتلتها أمراً صعباً، لكنها حتماً تسببت لها بضرر كبير على مدار السنين.